طيب لو احنا اتكلمنا عن طريقة لعب موسيماني، برضو هقول لحضرتك ما طرح امبارح تحديدا. البعض انتقد طريقة اللعب، انتقد التأخير في التغييرات، انتقد عدم لعب بعض اللعيبة الأساسية. البعض الآخر رأى ان احنا بنلعب بنفس الأسلوب وهم خلاص حفظوه يعني، ومن آخر لقاء البعض بيقول ان لا، لازم الفترة اللي جاية يكون في تغيير شامل في التخطيط والتاكتكس وغيره. خليني وجهة نظر حضرتك كابتن محمود ايه بالظبط؟ لا ممكن كناحية فنية، بس في نقطة التغيير متأخر شوية ممكن. يعني ابتدينا لويس ميكيسومي او اللاعب مش عارف اقول الاسم بالظبط، ميكسيوني يمكن ده كان تغيير في الدقيقة 60، ده أول تغيير. بعد كده التغيير بقى جت في أواخر الدقيقة 79 والدقيقة 90، يمكن ممكن تكون أعتقد يعني التغيير كان ممكن يتم بشكل، يعني عندها تغيير خمس لاعبين ممكن يكون اتأخر شوية. يعني إيه، يعني بقول كناحية فنية ممكن تكون مؤثرة بشكل مش بشكل كبير، إنما هو شكل كبير. أنا بتكلم اللي يتحمل الجزء الكبير هو اللعيبه، اللعيبه كل حاجه متاحه ليها، يعني امكانيات موجوده، تدريب، تشجيع جماهيري، بتلعب في نادي كبير، تركيز اعلامي عليك، معظم اللعيبه لعيبه دوليه، يعني مش ناقصك حاجه. هي بس الفتره دي اعتقد ممكن تكون حصل نوع من الاكتفاء بالبطولات زي ما حضرتك قلتي، ممكن يكون حصل نوع من تشتيت بعض اللاعبين ليهم دور كبير في الفرقه. لكن حضرتك ما حسيتش باي قصور في مساله التمركز بتاع اللعيبه في الملعب، في مساله عدم انهاء الجمل الهجوميه بشكل مظبوط، في مساله الشراسه الهجوميه؟ امبارح كان في استحواذ ملحوظ للنادي الاهلي بطبيعه الحال، يمكن ضعف استحواذ الفريق المنافس، ولكن نتيجه الاستحواذ ده كانت ايه؟ فعاليته وحجم الشراسه اللي فيه، هل ما كانش عندك اي رؤيه؟ ما طبعا، ما هو حضرتك الجانب النفسي والذهني ده تركيز يعني، والاراده، الصفات الاراديه لو انخفضت شويه الاداء الفني هيقل، والاداء يعني بشكل عام المجهود حتى البدني مش هيبقى بشكل كويس. دي اثرت ما فيش شك، ودي يمكن دي اللي وصلتنا. يمكن ما حصل، ما كانش في فرص كتير، بس كان في فرص التسجيل في الدقيقه 44. الانفراد بتاع مثلا محمد شريف كان سهل جدا يحرز فيه هدف الشوط الاول. الشوط الاول بالظبط، مع نهايه الشوط الثاني برضو في كورتين عرضيتين جوه السكس يارده، لو الجنب كويس والتركيز مثلا كان بتاع حمدي فتحي، وواحده ثانيه لمحمد شريف من الجنب الشمال بتاعنا برضو، الوان تو ده بين لويس وقفشه. كان قفشه حطها في بطن رجله دي، لو برضو فيه تركيز كان سهل يحطها في الزاويه البعيده. وجت كره برضو على القريبه برضو في اخر الشوط الثاني لمحمد شريف على الارض، اعتقد معلول اللي حطها له، لو بالظبط الريتم بتاعه سريع شويه سابق وكان ممكن يلعبها بشكل افضل. يعني اقصد برغم كده في بعض الفرص كانت ممكن تنهي المباراه لصالحنا، وزي ما حضرتك قلت الاستحواذ كان في صالحنا، فرصنا اكتر يمكن هم ما تحت لهمش فرصه حقيقيه بشكل كبير. احنا كانت اهم فرصه بتاعت محمد شريف، الفرص برضو قليله، بس احنا كان في تفوق نسبي بيننا وبينهم يعني في الاداء وفي الفرص المتاحه وفي الاستحواذ يعني. انما في النهايه احنا مش ده مستوانا ولا ده طموحنا ولا ده مستوى اللعيبه بشكل فردي وبشكل جماعي. زي ما قلت اتكلمنا في البدايه، هي موضوع التقارير دي مهمه جدا، المكتوبه تتقري مهمه، وبعدين الاجتماع بقى طبعا يكون، ومهم جدا طبعا يكون كابتن محمود الخطيب يكون موجود في الاجتماع، واكيد هيكون موجود في الاجتماع. يبقى بس يبقى الموضوع فيه جديه وفيه اهتمام جدا، ويوصلوا بس للنقط المشاكل دي ايه السبب فيها بالظبط. قد يكون راي لعيبه او راي لعيب يكون صائب يوضح لنا نقطه، وقت مدرب او وقت او المسؤول طبيب الفريق ممكن، او الراجل المعالج اللي بيعد الناس المصابين، او ممكن يقول في مشكله عند اللعيبه مش واخدين الامور بجديه. في بس هو بدنيا احنا كنا عارفين ووصل المعلومات بتصريحات ان ما فيش اي مشاكل بدنيا، فنفسيا بقى ده شق تاني. بس يعني جاهزيه اللاعب ده اللي كان معلن عنه، فاحنا فعلا محتاجين نفهم بالظبط فين المشكله.